محمد سليم يقدم لكم. ايه يا ابو عبد العزيز، الله يطول عمرك، عاد اصلح ويا اخوك والدنيا ذي ما تسوى. يا بنت الحلال، ودي والله بعد حاجتي طول عمري، والله ما عاد ودي اكلمها الاخو ذا وشبيبه بنت الحلال، ما وراه الا المشاكل والغثاء يا بنت الحلال. يا ابن الحلال اصلح مع اخوك، ما تدري يا ابو عبد العزيز من اللي يسبق الثاني للقبر. اي والله الدنيا تعدك وتعدها. اي انت صادقه، ما حد يدري من اللي يسبق الثاني للقبر، لكن هالاخو ذا ما ينصبر عليه بنت الحلال، قطعته ابرك من وصله. لا والله يا ابو عبد العزيز الا القطاعه لقطعه الرحم. هذا وخيك لا تقطعه يا ابو عبد العزيز، انا ناصحتك لوجه الله سبحانه. اصلح ويا اخوك، ترى الدنيا ما تسوى، وان كان فيه شيء سامحه فيه ولا المحاسب الله، رب اللي بيحاسب الجميع. والله انك صادقه، وش نسوي عاد؟ عاد لو تدري وش يقول الشاعر. وش يقول الشاعر يا ام عبد العزيز؟ طردا ورا اللي فات ما يغني الحي، اعرف مسافات الحياه القصيره، لا عاد تندم في حياتك على شيء، ما راح راح وجعل في الامر خيره. اي والله جعل في الامر خيره. الله الله، جعل في الامر خيره ان شاء الله، بصلح وياه ان شاء الله، بسمع كلامك وبطيع شورس، والقطاعه ما فيها خير. اي والله القطاعه ما فيها خير.